أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أعرب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن رفضه للاتفاق الذي نقل بموجبه المئات من مقاتلي تنظيم داعش إلى البوكمال على الحدود السورية العراقية. قال العبادي إن نقل أعداد كبيرة من داعش إلى المناطق الحدودية مع العراق أمر غير مقبول، وأضاف أن القوات العراقية تسعى للقضاء على داعش وليس احتوائه. أعلن الأردن والعراق في بيان مشترك اليوم عن إعادة فتح المعبر الحدودي الوحيد بينهما الذي أغلق في عام 2014 إثر احتلال تنظيم داعش لمناطق في العراق. وتعهدت الحكومتان ببذل كل الجهود من خلال تعاونهما المشترك لتحقيق الانسيابية في تنقل المواطنين والشاحنات في الاتجاهين. رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني فكرة تفتيش المواقع العسكرية لبلاده، مشددا على أن ذلك ليس جزءا من الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع القوى الدولية الكبرى قبل عامين. وقال روحاني في خطاب متلفز إن التزام بلاده مع العالم واضح، وعلاقاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحددها القواعد فقط. أدان مجلس الأمن الدولي بالإجماع التجربة الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية، ودعا المجلس بيونغ يانغ إلى اتخاذ إجراءات ملموسة للحد من التوتر، وطلب بيان صدر من جميع الدول الأعضاء التطبيق الحازم والكامل لقرارات الأمم المتحدة، ومن بينها تلك التي تفرض عقوبات اقتصادية على كوريا الشمالية. أعلنت الأمم المتحدة أمس أن الصراع المستمر في أفغانستان أجبر أكثر من 212 ألف شخص على النزوح من ديارهم منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن. وذكر تقرير جديد للأمم المتحدة أنه وردت أنباء عن حدوث تهجير قسري من 30 إقليم من إجمالي 34 إقليم في أفغانستان. فرض حظر تجول حتى إشعار آخر بمدينة هيوستن الأمريكية التي اجتاحتها فيضانات غير مسبوقة، وذلك بخاصة لمنع النهب بحسب ما قال عمدة المدينة. وأشار العمدة إلى وجود الآلاف بالملاجئ وقد تركوا منازلهم وينتظرون انحسار المياه. وذكر رئيس الشرطة من جهته أن حظر التجول سببه ظهور عمليات نهب، مشيرا إلى وجود لصوص مسلحين. انخفضت أسعار النفط الخام في آسيا اليوم، فيما كانت مناطق إنتاج نفط رئيسة في الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تجاوز آثار مرور الإعصار العنيف هارفي. وأدت العاصفة إلى إغلاق العديد من مصافي تكرير النفط، مما يمكن أن يؤدي إلى زيادة مخزون الخام وانخفاض الأسعار. نهاية الموجز، تحية وإلى اللقاء.